محمد كامل الايوبي طبعا مخرج كبير ورئيس المجلس المركز القومي لتخريب السينما على حد تعبيره. الحين اولا انا بهنيك يا شفيع على هذه الوثائق النادره الهائله، يعني ده في حد ذاته ثروه كبيره جدا مجرد وجود هذه الوثائق. طبعا الحكايه دي تهمني جدا كوثائق، انت عارف، لان احنا الوثائق عندنا مهدره. انا بتصور انك انت عندك ثروه بتغطي حاجات كثيره جدا في منتهى الاهميه. ده اول تحيه واجبه على دأبك في تسجيل هذه الوثائق ورصدها والحفاظ عليها واستخدامها. الفيلم مهم جدا بدليل ان بدا يثير حاجات كثيره جدا حواليه ويثير اراء كثيره جدا متعارضه، وانا مش عايز اتكلم في الاراء. انا بحيي كنت عامل الفيلم ده بشكل ده وبحالته ده، ودي مجرد ملاحظات لا تقابل من قيمه الجهد الكبير اللي اتعمل. بشكرك عليه. تمام.